وقعت الشنطة قدامك عشان تحس وتاخد بالك تقوم تاخد الشنطة ترميها. تيجي معايا الاسم من غير شعشرة من غير أي زيتة. تخلصت ضرب ليه يا جدع؟ كمل تنفسه. منظم خناقة الصبح بصراحة. في واحدة ست بعت الجواب غرامي للأستاذ حسن. أنا مش هضربه، أنا مش هفهمه يا جبان. تجيبها كده تجيلها كده هي كده. ثالث أيام العيد، السابعة مساء في العيد على قناة مصر الأولى.